خير يا بلبل. نهارك ابيض. دي ساعه يا بلبل. هتدفع ولا على حساب السيد؟ ابقى حاسب السيد. عنا وانت ناس انت خليك مؤدب احسن اهزقك في الحاره. انت تهزقني انت؟ اختي وريني بقى هتهزقني ازاي. امشي من قدامي احسن لك. وما مشيتش يعني هتعمل ايه؟ هربيك لان يظهر الست اختك ما ربتكش. اختي عاوزينك الجوله. الواد حسن عايز يضربني. يضربك ليه يا استاذ حسن؟ هي الناس اللي تحبك تضرب؟ الاشكال اللي زيكم ما تتحبش وما احبش اعرفها كده يا استاذ حسن. طب لم نفسك وروح لحسن انزل لك. بدل ما تربى اخوكي تقولي لي كده. اخويا متربي على الغالي يا استاذ حسن، يا ب 40 قرش في اليوم. طب انا نازلالك 40 قرش بقى الحلال. طب امشي بقى من قدامي احسن اموتك. لو مديت ايدك تاني هربيك. انت تربيني انت؟ طب وريني هتربيني ازاي؟ ما انا لازم اموت معاك. بس هول بالك على حبحك. ليه كده يا سحاشة؟ شيلي ايدك. ما تخليك هنين امال. وفر على نفسك الكلام ده. انت عارف انا راجل لحم ما يتاكلش. انت بتتأنزع على ايه يا ندمان يا ابو بدله واحده؟ جلجل بتصرف كام في اليوم؟ 3 جنيه يا اختي. قول للندمان اللي الفول قطع قلبه. سحسن انت احسن لك تعزل من الحته تصلح امورك معانا. ده انا بطه، عارف يعني ايه بطه؟ طب وايه رايك ان انا اللي حزلك من الحته؟ كان غيرك اشطر. ده انا الحته يا ابن العادل. انت مغروره. طوعني ما توقفش قدامي. لايمها حسن وما تزعلنيش منك. امشي امشي بلاش كلام فارغ. انت اهوت بتزقني؟ مش كده. سيب ايدي يا واد انت. سيب ايدي يا واد انت. سيب ايدي بقول لك. سيبها يا ابو علي. ايه يا استاذ حسن؟ شايف يا معلم حنفي؟ هي اللي مدت ايدها. طب سيبها. اذا مدت ايدها مره ثانيه هضربها. بقول لك سيبها. ايه الحكايه يا استبط؟ كان بيضرب جلجل. تضربه ليه؟ عايز يدوس بالموتوسيكل. بقول له حاسب شتمني. اشتمه ليه يا سجلجل؟ ويعني ما اشتمه ويطلع ايه ده؟ تبقى تستاهل يا سجلجل. وانت يا استاذ حسن حسن ملفظك بعد كده مع الست بطه. انت مش عارف ولا ايه؟ انت عارف يا معلم حنف ان انا طول عمري في حالي وما بتعداش على حد. على كل حال المضادي سماح، لما بعد كده هعرف شغلي. يلا بط بقى كده. ازيك يا سعويه؟